جنان تقولي مي شنو الخلاف اللي بين زهرة الخرجي والفنان الكبير المرحوم عبد الحسين عبد الرضا في مراهق في الخمسين؟ أنا أقول لك هو السالفة جدا بسيطة، بس يعني في ناس أججوها. زهرة الخرجي كانت متعودة تاخذ أجر عالي في ذاك الوقت، لما جت ياها عرض مراهق في الخمسين لتطلع بنت عبد الحسين عبد الرضا ما اتفقت على أجر ولا وقعت عقد بينها وبينه. فدائما يقول لك اللي أوله شرط آخره نور، فهي ما وقعت، فتأملت إن يجيها مبلغ وايد كبير، فجاها مبلغ شوي أقل من اللي هي متوقعته. في ناس شيشوها، تكلمت في هذا الموضوع في الصحافة، فأبو عدنان اكتشف إنه ما رد، رد عليها مدير أعماله حسن السلمان بشكل غير لائق، يعني في الصحافة حتى لين الحين عندي الجريدة شلون رد عليها، بس وانتهى. لكن أمانة لما مرضت زهرة الخرجي يعني وراحت